توقفي، ماذا تفعلين؟ أعبر عن وطنيتي. أبهذا الشكل تعبرين؟ ما هذه السطحية في التفكير؟ إذن كيف أعبر؟ بالحرص على نظافته في الشارع والمدرسة والبيت وغيرها من أماكنه العديدة، التحلي بالأخلاق التي تعكس تربية وسلوك أفراده القويمة في المحافل المختلفة وخاصة خارجه، الكتابة عن الوطن ويكون ذلك إما بالشعر أو بالنثر أو المقالات أو التقارير أو حتى التحقيقات الصحفية، الحفاظ على ماء الوطن وثرواته الحيوانية والنباتية المختلفة والابتعاد عن تخريبه والعبث به، القيام بمختلف الأنشطة التي تفيد المجتمع ككل وبالتالي تفيد الوطن، التخلص من الأفكار السلبية التي تقود الأمم إلى الحضيض وتبني الأفكار الإيجابية، الإبداع في مختلف المجالات التي تميز وطننا ما عن غيره من الأوطان فترفع اسمه عاليا، الإضافات المميزة في مجالات التقنية والهندسة والطب والتعليم وغيرها. هذه بعض النقاط على سبيل المثال للحصر. صحيح، كان تفكيري محدودا وبكلامك فتحت لي آفاقا جديدة ونبهتيني على أمور كثيرة. بإذن الله سأجعل اسم المملكة العربية السعودية يرفرف عاليا في سماء المجد، فأنا بنت الوطن وبيدي هذه سأصنع الكثير لأجله. عاشت بلادي.